سأحاول إن شاء الله أن أختصر في هذا الموضوع والذي يخص المملكة المغربية فقط. بسم الله. لقد ظهر مسيلمة الكذاب للقرن 21 مع الأسف في القارة الإفريقية. الإدهى والأمر والعجيب والغريب أنه لا أحد من أتباعه يصدقه ولا أحد منهم باستطاعة تكذيبه، وحتى المقربين منهم الغامين بمسايرته في أكاذيبه وبهتانه وجهله التام للتاريخ وجهله وغبائه حتى فيما يجري ويدور داخل بلاده. المهم، هذا الكائن كما يقول المثل، اسأله في موضوع ثم اتركه قليلا وأعد السؤال عليه مرة أخرى وسترى قنابل الكذب تسقط من كل مكان. هذا الكائن يصول ويجول في مواضيع دون أن يتم أو يتم الجواب عن السؤال الذي طرح عليه، ثم يتحول لموضوع آخر لا علاقة له بالسؤال. السؤال المطروح: هل هذا الكائن الذي يسمي نفسه رئيسا لدولة وهو غير مؤهل لتسيير بلدية أو مقاطعة، أليس لديه مستشارين يلقنون له مواد في التاريخ وعلم السياسة وسياسة وكيفية الكلام وحسن الجواب بدقة عن الأسئلة التي تطرح عليه، أم أن مستشاري أنفسهم يلزمهم من يعلمهم السياسة واختيار المواضيع؟ لكن هنا أحسن كلمة قالها منذ ترأسه الجزائر، وهي كلمة افتتح بها مشكل المغرب، ألا وهي كلمة نأسف. أولا نأسف على الشيء اللي وصلنا عليه يا جارين. المهم، كلمة نأسف يا أستاذ يقولها العقلاء عندما يرون أن ما فعلوه أو يفعلونه ليس في مصلحة أحد، وليس الجبناء الذين لا يعرفون ما هي قيمة كلمة نأسف. هذا الكائن لا يحسن إلا سياسة الكذب والبهتان، ومع الأسف يجعل من هو من بلاده أضحكا للعالم ولجميع قنوات العالم التلفزية. ثانيا الإنسان يستخلص العبرة في 60 سنة استقلال، الحدود مغلوقة منذ 43 سنة، فيه أكثر من دلالة وأكثر من. وتابع البهلوان ويقول: لا توجد اعترافات بالصحراء المغربية، كل ذلك كان فولكلورا دبلوماسيا لا أقل ولا أكثر. قنصليات تفتح في فولكلور دبلوماسي، ما فيه لا اعترافات ولا مش اعتراف، ما كانش اعترافات، كانش اعترافات. لو كنت تعرف عاقبة كلامك واتهامك وتهكمك على الدول التي اعترفت بالصحراء المغربية أو بالحكم الذاتي واعتبرت دبلوماسيتها بالفولكلور لما تفوهت بذلك الكلام، لكن الغبي يبقى غبيا. هذا الكائن الذي منذ ظهوره للملأ وهو يكذب، ويا للعجب ما يسمى رئيس ويقول أن بلاده لم يسبق لها أن شتمت أي شعب منذ استقلالها. الجزائر منذ استقلالها إلى يومها لم تشتم شعب، أي شعب كان، لأن ما نشتمش المستقبل. ما رأيكم يا تابعيه من هذه الهلوسة؟ هل هذا الكائن في كامل القوى العقلية؟ ويتابع ويقول أن مرتزقة البوليزاريو الإرهابيين هم من مؤسسي الاتحاد الإفريقي. الجمهورية الصحراوية معترفة بها 74 دولة وعضو مؤسس على الاتحاد الإفريقي. عجبا يا كائن كذاب، متى تأسس الاتحاد الإفريقي؟ ألم يكن اسمه الأول هو منظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست في يوم 25 ماي 1965 في إثيوبيا؟ ومتى تم تغيير اسمها إلى الاسم الحالي؟ أليس هو في سنة 2002؟ أنت لم تعرف أبدا هذه التواريخ. وتابع في سرد أكاذيبه حينما قال بأن الجزائر لم تكن يوما طرف نزاع في أي قضية من القضايا. احنا فاعلين خير، الجزائر عمرها ولا دخلت في نزاع كطرف نزاع حتى في القضايا، هذه القضايا الإقليمية. والدليل يا كذاب هي حشر أنفكم القذر وتدخلكم السافر في قضية الصحراء المغربية، تمولون وتسلحون وتحرضون المرتزقة الإرهابيين لشن الحرب مع المغرب بالنيابة عنكم يا سفنة. وللأسف لم تحترم يا مسيلمة الكذاب حتى الشعب الجزائري، ولن أعلق هنا على ما قلته أنت عنه، بل أتركه يسمع كلامك الميؤوس منه مثلك. والذاكرة احنا شعب يخاف من التاريخ. وعجبا أن تحشروا أنفكم القذر وتجيشوا حشراتكم في قنواتكم التلفزية ومواقع التواصل الاجتماعي لكي يتكلموا بسوء عن المغرب، عندما وصلتكم أخبار تفيد بترشحه لتنظيم كأس العالم 2030 برفقة إسبانيا والبرتغال. ويا ليتكم بحثتم عن سبب لجوئه إلى هذه الدول بدل دولتكم الحاقدة عليه في كل شيء. إنه كأس العالم وليس كأس نبيد أو الكاس يدور يتبون.
العجيب والأغرب هو ما تفوع به هذا المعقد نفسيا من المغرب لما قال بأن شانسيز اعترف سريا بالصحراء المغربية دون علم ملك إسبانيا وبدون علم برلمانها وبدون علم وزرائها. وفضحه ملك المغرب، بمعنى أن الملك محمد السادس نصره الله فضح التصرف الفردي والسري كما قال الكذاب لشانسيز للشعب الإسباني. هل هذا كلام عقلاء، كلام رؤساء الدول؟ كفاك يا مسيلمة من الشم والكلاء. تصرفات سرية، لأن كنت استقبلت أنا الرئيس سانشيز شهر قبل ولا شهر ونصف، تحدثنا في كثير من المواضيع لأن علاقتنا مكثفة مع إسبانيا. وفي النهاية اللي فتحوا ملك المغرب واللي قرأ رسالة، حتى الوزراء نتاعو ما كانش على بالهم بالموقف هذا الجديد اللي خداهو الملك نتاعو، ما على بالوش البرلمان الإسباني ما كانش على باله. إذن بالله عليكم على هذا الإنسان في مستوى رئيس دولة لا يفرق بين الكوع والبوع، كله كذب على كذب. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال اسمعوا يا تبونين، رئيسكم كيف يكذب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.